تنفيذا لاستراتيجيه المديريه العامه للامن الوطني من اجل النهوض بالخدمات الطبيه، تم خلق المصلحه الولائيه للصحه التابعه لولايه امن الرباط من اجل تسهيل ولوج العلاجات لموظفي وموظفات الامن الوطني واسرهم وذوي الحقوق من أرامل وأيتام. توفر هذه المصلحة مجموعة من الخدمات، من بينها فحوصات طبية لمختلف التخصصات كالفحص بالصدى، فحوصات طب الأسنان، العلاجات التمريضية، الاستشارات النفسية، إضافة إلى مختبر أسنان وقاعة لتعقيم الأدوات الطبية. تقدم المصلحة الولائية للصحة عدة خدمات طبية، من بين هذه الخدمات علاجات طب الأسنان، حيث تتوفر المصلحة الولائية على قاعتين لعلاج الأسنان مجهزة، هذه القاعتين مجهزة بأحدث التجهيزات كوحدات رقمية للفحص بالأشعة وقاعة للتعقيم، بالإضافة إلى مختبر ترميم الأسنان، وكذلك على عنصر بشري مؤهل، حيث يتكون هذا العنصر البشري من طبيبان للأسنان ومساعدتان وتقنية متخصصة في ترميم الأسنان. يسهر هذا الإطار لاستجابة على متطلبات موظفات وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.